طالب رئيس مجلس محافظة كركوك السابق ريبوار طالباني المحكمة الاتحادية بتطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، كما طالب أيضا في مؤتمر صحفي بإيقاف الانتخابات البرلمانية والمحلية في كركوك. نطالب المحكمة الاتحادية بالأمور الثلاثة الآتية: الأولا تطبيق المادة 140 نصا وروحا مع الوثيقة التي وقعها رئيس الوزراء، وثيقة الوحدة الوطنية الذي قال في الفقرة 18 سينفذ جميع خطوات المادة 140 خلال سنة واحدة، لكن لحد الآن لم تنفذ. عدم متابعتي للجنة العليا للمادة 140، عدم إقرار مشروع رئيس الوزراء السابق المرحوم رئيس الجمهورية السابق المرحوم جلالة الطالباني لترسيم الحدود في المناطق المتنازع عليه، وكذلك عدم متابعة الوزارات ذات العلاقة المختصة بالمادة 140، وكذلك نزوح أكثر من 166,422 مواطن نزحوا خلال العملية العسكرية التي قام بها باسم فرض الأمن والقانون رئيس الوزراء. وجهنا كذلك نطلب من المحكمة الاتحادية أيضا إلى الأمر الولائي بإيقاف الانتخابات في محافظة كركوك على مستوى البرلماني وكذلك على مستوى انتخاب مجالس المحافظة.